عظيمة. في سنة من سنن العيد لابد أن نهتم فيها، مثل ما قال ذكر أخوي أبو البتول وهو التكبير، وأيضا أكل الثمرات. يا سلام. أكل الثمرات وترا، وأنه يذهب مع طريق ويرجع مع طريق. متى يأكلها وترا يعني؟ متى وقتها؟ بعد الفجر. السنة أنه بعد الفجر على طول؟ لا، مو بعد الفجر على طول، قبل لا يطلع، يعني ما في إشكال، يعني من بعد الفجر لين يطلع إلى المسجد. في أكلها وترا، ويروح مع طريق ويرجع مع طريق، ويكبر حتى يدخل الإمام، حتى يدخل الإمام ويلبس الجديد ويلبس النظيف. مثل ما قال أخوي أبو مشعان، في مشكلة بعض الناس حياته كلها نقد، حياته كلها نقد، ينتقد، أنت ما تجي، أنت ما تسير، أنت وش فيك سامن، أنت وجهك ناحف، عسم أنت مريض، عسم يا بالأجواد ما لك دخل فيك. متى أنت ما بعد توظفت؟ بتوظفني ولا تلابس؟ والله العظيم بتوظفني ولا اسكت؟ طلعت ما بعد عرست لي الحين؟ يا بتزوج واحد من بناتك واحد من خواتك؟ ما عندك عيال؟ وش دخلك فيني يا بالأجواد؟ أنت عندي عيال ولا ما عندي عيال؟ أنت عارف إن عندي مشكلة، عارف اللي 5 سنين 6 سنين ما جاء علي أحد، في مشكلة قدرها الله جل وعلا، ما لك دخل فيها. فسولف وضحك وعلق وخل الأمور طيبة، بدل ما تدقق على بعض الأمور اللي تضيق صدري ولا هي بموسعته. وخاصة أنا أتذكر، أنا يعني أنا يمكنني أحسبها كذا، يوم كنت عاطل كان كل يوم يسأل عن الوظيفة وهو نفسه ولا يوظف ولا يسعى،